كيروز ابو كيروز خربت السبيطه قال قوم انت تعال شوف كان الجريده كم حرف شو كم حرف كم حرف شوف اسكوتها شو دي شوف هون شو ها شو ها يا طيب معو لا 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 يا حوين شبابك شفت شفت على هالدنيا طول الحوره اعمل هيك جمدي روح خبر المدام شو بدك تجيب للجطة انت؟ اه؟ يا اخي ما بده يقوموا بالواجب بيقوموا بالواجب، المهم هلا نعرف كيف بدنا نخبرهم، على كل نعود هون ولا تفتح تمك ولا بحرفها، تحرك يا لطيف على هالدنيا يا لطيف فوت قال ايوه الو مين؟ وانا بايدي اليمين خدت السماعة بوسها وسكتي ما قلتي كلمة وانا بسمع همسته قال ايوه الو بعدين بحكي معك بعدين بحكي معك يا محروس عون لا معلش مدام شكرا لك بس كنت حابب اسالك سؤال خير. فراج شو اسم ضيعته ليش شبه ما في شيء هيك بس كنت عم بتحذر انا وكيروز وما عرفنا شو اسم ضيعته لك فردوس اني كنت روح كثير ايام الخطبه شو اسم ضيعته شيء بدك تقول محروس مثل ام العنافس طنابر طنافس ام الطنافس اي هي اللي شوفي ما في شيء مدام ما في شيء هيك بس مجرد سؤال انا اسف لاني قطعت لك مكالمتي ليكون عامل له شيء فنطي بامريكا لا 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 ما في شيء مجرد سؤال مدام شكرا لك هو هو فعلا ما تاكد الخبر خليني اروح لجوا اعطي عليه شكر دمك يخرب بيتك يخرب بيتك شو بتحب خبر الشئم خلينا نشاور ابو فايز ابو ياسر ونشوف شو بيشوروا علينا يعني ابو فايز شو بده يخبرون من الابره ولا بالسيروب يعني بديش ندشتك العافيه مثلنا يعني لازم انا اخبر حدا ما يعني يا اخي مش لو تفضحنا سكرت امك تعود خليني اخبر حدا هو سكرت امك ولا حرفها خلينا نعرف شو بدنا نساوي بهالمصيبه اللي حلت علينا لك حاجتك تعد نمحو بصماتك من كتر العد ولك مصرياتي وبدي عدة إيه؟ انا شفان عليك تمك صار مثل عداد الكنزية عم يفتح ويسكر شو رأيك يعني حط موظف يعد لي مصرياتي لا اخترعوا هلا جهاز بيعد المصاري لحاله العلم ما خلى شي لبني ادم وكهي المشرطة وهي اللي عليها 2 كيلو للزيت انو عداد بده يعد هاي يلي عليهم للزيق شيلهم على جنب نفس الشيء ما بيصفى كم وحده يلي ما عليهم للزيق مرحبا يا جماعه اهلين وسهلين حدا منكم معه ضغط؟ حديد مش برا وبعيد يعني اعصابكم بتتحمل؟ اوف لك ابو ياسر تعال قرا لي الخبر خير ان شاء الله شو في؟ سيك هات لشوف لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتاح أحسن ما يتصبح بهالوجوه اللي بتقطع الرزق كل يوم هلا نحن وجوهنا بتقطع الرزق أخي أنت ما دخلك أنا وشي بيقطع الرزق إلك عندي شي هلا وقتك ووقته المهم نعرف كيف بدنا نخبرها للمدام أبو فايز بخبرك لا يا هلا كل خبر شئ أم بتحطوني أنا بوز المدفع روح خبرها انت مزبوط ابو ياسر انت الك مكاني خاصه عندها بعدين على اساس سوا انت وياها من الصف الرابع بس خبرها من حيث يعني لا تجرح مشاعرها لا تدجني دشتك العافيه طيب طيب ماشي ابو ياسر ابو ياسر شو دريت ايه دريت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا لطيف على هالحاله هلا محول واحد قد اللاطه يروح فراطة شو بدنا نسوي؟ أنا لازم أخبر المدام لا أنا رح أخبرها بأسلوبي اللطيف مو مثل حكايتك دجدتك العافية مكان أنت خبر المدام أنا بخبر مرتو لا افتح أنا هون هلأ بتجي هالجلطة خليها نخبر أمها بالأول وبعدين هي بتخبرها بمعرفتها لك يا أخي لازم أخبر حدا أنا لك عود حاجة شو لم يعود حما هالشغلة لا كيف عليك يا دنيا فوت تجوزته باخر الفيلم ردوا عادوا لياها هي بالليل والدنيا ضلمه اهلين ابو ياسر بعدين بحكي معك مرحبا فردوس اهلين ابو ياسر يا هلا يا هلا
سمعتي بالطيارة يلي وقعت المثلث برمودا وراحوا كل ركابها؟ لا ما سمعت. لي نحن نطع علبنا إلا بركة بركة، يعني هي اللي كان فيها فرش. لا بعيد الشر عن قلبه. شو عرفك بركة؟ لكن امبارح حكى معي من شيكاغو، كان على التليفون عم يجعر جعير. معناتها هي هي الطيارة اللي كان فيها فرش. بعيد الشر عنه، شو عم تحكي انت؟ مين اللي قال لها؟ فردوس، هذا اللي صار، هذا اللي صار. يا لطيف، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إلا الله وإلا إليه راجعون. قولي علي عليك يا بنتي، ترملتي على صغر، قولي فراش. بصير هيك امي، بصير يعني الخبر هيك بدك دشتي تتغرق عمي. لك شلون ما قلت لك الخبر بده يصير هيك؟ بعرف انا. طب يا ولد عمي شو بدنا نعمل هلا؟ قوموا خذوها لشو؟ امي امي اختي موتي 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 ان شاء الله خاتمة الاحزان. ان شاء الله بنكافيك بالافراح يا ابو يا ولو يا فردوس ولو، انا لحمك دافي على حسابي. وينو جميل؟ جوا طق من البكاء يضرب علي. انا جميل يا جميل ولا من الماما بفوت قصبي لفي ماما عمك ابو ياسر بده اياك. شوف شو بده. جاهز عمو جميل لنطلع؟ ايه جاهز. جميل انت غشيم ماما لسه بيقشر. لا شو غبيتك عمو ابو ياسر؟ كرر ورا. شو بدي اعمل شغله يعني؟ عظم الله واشركم، اشكر الله وسعيكم، عظم الله واشركم، اشكر الله وسعيكم. عمو جميل هذيك فوق الطلابه الى ديباجي غير شكل. يلا امشي يا جميل امشي. يلا بيزك مع السلامه. تفضل 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 يا ياسر. تفضل الله يصبركم يا رب. الله يصبركم يا رب. على الطريق. طولي بالك يا كوثر، البكي لا بيقدم ولا بيأخر. اللي مات مات. كان قلبي ناقصني من هالسفرة. قلت له بلا لك ندوت على البطيخ. قال لا، بده يروح يعمل بطيخ مكعب. لا مو مكعب، دحبر. لا مكعب مشان صورة النقل. معلش يا حصرتي عليه. ليش هو كعب؟ فان ما عرف. هذا المقدر يا كوثر. 20 تجربة عمل حتى نجحت معه. على القليلة ضل في اكتشاف بيحمل اسمه. شو استفدنا اذا كان البطيخ مدعبر ولا مكعب؟ فرج راح. يا حسرتي، الانسان ما بياخذ الا عبله. شو في يا امي؟ شو في كتافه؟ شو كان عرب؟ وبنتي بنتي كلي لك لقمه من الصبح على ريق بطنها. ما بدي كوسورة حبابة، شو رأيك هلا تاكلي لك حس بطيخ تبلي ريقك؟ هلا وقت بطيخك انت الثانية. اجا جميل دموني تتفرج معه. بس تعبرني ليش تتأخر طول هلا؟ لا تأخرنا ولا بطيخ.
انت قل لي بس شو صار معه؟ ما صار شيء، طلعوا الجماعة لا عندهم علم ولا عندهم خبر. خبرتوهم؟ ايه خبرناهم، ما شاء الله حولي ابو ياسر شو مهضوم، حكى له الحادثة بالتفصيل، تقولي كان قاعد بالطيارة وقت وقعت ببرمودا. وشلون تقبل الخبر؟ نص الضيعة اجاهم جلطات والنص الثاني قاموا بالزلغيط. لا ما بقلبهم زلغيط؟ ايه زلغيط. حدا بيفرح لحزن غيره؟ هيك عندهم، عندهم هيك. بالضيعة ما في غير عيلتين، والمختار من العيلة الثانية، يعني مو من عيلة فراج. فوق ما المختار من عيلتهم بيقوموا بزلغطوا. مو جده لفراج كمان اسمه فراج راح وتنخع. شو يعني تنخع؟ شو بعرف نسألي ابو ياسر هو بيعرف شو معناه تتنخع. المهم تنخع بوش المختار، وهي الشغله مو سهله بنوب بيروح فيها قتله، ومن وقتها نشأت العداوه بين العيلتين. بس جده لفراج اسمه مرزوق جد ابوه لفراج، جد فراج فراج. ليش لساته طيب؟ ايه طيب وعمره 120 سنه. فرج ابو 120 سنه ما انقرف شبابه، وفرج يلي عمره 30 سنه انقرف شبابه. شو هالدنيا هي برد الفروج يا خلونا ناخذ باص احسن. ليش الباص؟ في سيارتين بيسعونا، بعدين كلياتنا خمسه. اوجه ساعتها بالضيعه بيقولوا اجانا باص من الشام. هلا انا ضروري اروح احكي معكم. ايه مشان الوجاهة لا تاخذوني. لازم تروح، كل ما كان العدد اكبر كل ما كان احسن. زمكن على جنبكم بدكم تتبهدلوا. شو جاهزين؟ ايه جاهزين. طمني شلون الوالدة؟ الله يقدر على الصبر. وينك؟ رح افوت احكي معك كلمتين واسيها فيهم دقيقتين يا جماعه. لك هلا وقت ابي ياسر، خلينا نلحق نصل على ام الطنافس. بعدين كلياتنا من واسيها. يا ابو ياسر مشوارنا بعيد على ام الطنافس. خلي المخلوقة تحس انها واقفين جنبها. طيب خلينا نفوت نواسيها كلياتنا. ابو ياسر معه حق. لا ما في داعي تلبكوا حالكم، انا بحكي باسم الجميع. تكي بس. يا الله تفضل. يا الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معليش عمو كوثر، كلنا على الطريق، شو نساوي؟ وينك فردوس؟ ترى لحمك تافي على حسابك. بارك الله فيك ابو ياسر. بتوصلنا شيء من ام الطنافس؟ سلامتك، جيب لنا كم بطيخة معك. يا ستي سيارة بطيخ. لا إله إلا الله. يلا خلينا نتسهل. ايه يلا. يلا حاسب طرطق بهالدحاحين. يلا شرفوا امشوا. ايه مرحبا ام سعيد، لا تبتسمي في مناسبة. بعرف اصلا انا جاي من شان هيك. مبروك على ايه؟ يو شو على ايش؟ من شان فرج. ام سعيد انت جنيتي؟ يو هلا هيك بتستقبلوا اللي جاي يبارك لكم؟ لك شو بكي ام سعيد، شو خرفتي على زغر انت؟ هلا الوحده وقت بتترمى بتصفى بقمع راسها بيجوا بيقولوا لها مبروك تروحي قتل. لا يو انا جاي بارك بنجاح العمليه. لك انا عمليه خدي اقري. ولي شو ها؟ قال دبول واهالي قريه ام الطنافس يشكرون الدكتور زياد على العمليه الجراحيه الناجحه التي اجراها لعميد قريتهم فرج دبول بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له. ماما صحبوا. سعيد بدي اعطيك سيارة بطيخ مكعب بتطلع قد تنتين مدحمر. صحيح. خير شو هذا الحادث المؤسف؟ لك مو وقعت الطيارة بالمثلث شيت البرمودا؟ الحمد لله على السلامة والف الحمد لله. ولي شو ها؟ شايف امك عم
عمي ما احلاها شايفه؟ عجبتك مسينه كثير. راح اغيرها. شو هاد؟ لك ليش طفيته؟ خرب بيتكم من حالكم، شو بدكم العالم يحكوا علينا يعني؟ صهري ما صار له 124 ساعة وانتوا قاعدين على الفرج وعلى التلفزيون. يعود بلا لا يعود. حط لك عشا جمولة. تاكل بطيخ جميل. وليه؟ وليه؟ يخرب بيتك من حالك، ايه. مالك زعلانة على جوزك؟ مبسوطة؟ جميل بس بقى أصبح أنت مالك دريان باللي صار. ليش شو صار؟ لك مو سحبوا له فرج من المثلث شيت البرمودا. لا. خذ اقرا. دكتور انا قرأت مثلا في سجل دكتور بنت التربية على عملية شتاء قبل الجلد. ولو كان ما في داعي لهالفرح. شلون ما في داعي للفرح؟ مو فرج راجع لنا؟ راجع لك؟ بجوز بقيان شي شقفة منه تم سمكة قرش. ما بيهمني، ناقص مو ناقص المهم يرجع لي. أمي معناتها أنا لازم أرجع على أم الطنافس من كل بد مشان خبرهم باللي صار. خليك لبكرة الصبح، شو صاير عليه؟ بدي روح أنتقم من هدول تبعات الزلغي. ليش كمان اليوم زلغطوا؟ اليوم مسكوا دبكة. يخرب بيتهم مقل أمون. وهذا فرج جده لفرج، الله يصلحه، ما بيبطلها هالشغلة. أنا شغلة؟ امبارح راح وتنخع بوشه للمختار. شو يعني تنخع؟ شو بيعرفني؟ أكيد شغلة مو منيحة. شو بيعرفني؟ أنا لازم أروح على أم الطنافس. إيه روح. صحيح أمي، وهذا أبو كاروس. الله لا يوفقه هو اللي اخذوا معه شو بهدلنا، نحن ملبوشين بالعزا راح لم اولاد الضيعه كلياتهم وصار يلعبهم بالضحك، خسرهم، حاجرهم، اشتغلت لك الكريكات وزلقيت من قرنه ولويل من قرنه والحجار تطير من فوق راسنا مثل الشنه. لازم روح على ام الطنافس. تعال تعال جميل، مر على ابو ياسر وخذه معك. تضربي انت وياه الثاني شو غليظ، ما بصدق امتى حدا يموت لحتى يهوش، منيح اللي ما تخسلت مشان روح على ام الطنافس. اي روح، مع السلامه. سلمي. هي مرت عمي خلصت الحلقة حطوا الشارع. بغيروا. كم 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 كم. صباح الخير أبو الكر. صباح النور. لا كرنسي مكسور شكله ما عم بحكي معك. أمرك نزلته ها؟ وين محروس؟ جوا عند المدام. ما فارب علي. المدام ما لازم تنترك لحالها. لروح انا كمان. شوف فايت تعزي مالك؟ اسمعك شي 70 مرة معزي. لك اذا انا القريب ما وقفت جنبها، مين بدي واقف جنبها؟ لك عشة عمر من الصف الرابع سوا. بس هالمرة ما بقيت تزبط معك. شو قصدك؟ شوف قديش انا سوسين والخمار بس الك بالذات ما رح افتك. لك شوفي احكي. بديش. احكي ولا؟ شوفها لو بتقتلني بالبراميش بديش. لك احكي يا بديش. برضو بديش. انا برأيي لازم نتحرك بسرعة. الله اعلم معه مصاري ما معه مصاري، بيقدر يجي لحاله ما بيقدر. معك حق، هي صحيح العملية نجحت بس عملية ايش؟ طيب شلون بدنا نوصل له؟ كيف ننكوشه؟ إيه الله يصلحه هو الثاني، يتصل وقول وينه. شلون بده يتصل؟ ما بتعرف قديش غاب بمي من المثلث شيت البرمودا. بجوز يكون بالعناية المشددة لا من تمه ولا من كمه. لك يلا. تفضل. تفضل فوت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل استريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خبرك أبو كيرون؟ يقطع عمره الحيوان، صار له ساعة بحرب بدني وما كان يدري شيء. خير إن شاء الله، شو القصة؟ فرج. الله يرحمه الرحمن يا رب. شو الحكي اللي عم تحكيه عمي أبو ياسر؟ كشبرة وبعيد. شو كشبرة وبعيد؟ صرنا يومين حزك مزك على أم الطنافس. فرج ماما. إيه هذا مو حكي؟ شو الشغلة على كيفه؟ شبك أبو ياسر ليش هيك محمود؟ شو الشغلة لعبة؟ وزعنا النعوات. أنو نعوات؟ امبارح أنا طلبت من المطبعة يطبعوا نعوات باسم الشركة ويلزقوها. يا لطيف شو بتحب الفاينة؟ مين طلب منك توزع نعوات؟ لك هذا واجب، بهيك شغلات ما حدا بيطلب للتاني. ايه مثل ما وزعت النعوات ابو ياسر بتجيب سطل دهان اسوان بتمر عليهم وحده وحده وبتلخبطهم. وين كون؟ تاني مره ما عاد اطبع اي نعوي الا بناء على تقرير الطبيب الشرعي. شو الشغله مسخره؟ صرنا يومين بكل شغل ما طلع. منين بنجيبه؟ انتو بتعرفوا اسم الجمعية اللي نظمت الندوة؟ ايه اللجنة الدولية لتحسين اصناف البطيخ. خلاص انا بروح بجيبه. ايه بتعرف العنوان انت؟ اللي بيسأل ما بيتوه. بعدين امريكا ليك لحشة حجر. عم اذنكم. لك معه. صعي لحشة حجر. انا بعرف فركة كعب. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ان شاء الله بتلحقوا بيدك كعكي.
شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. وين جماعة؟ شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ولا ترد علي، وين الجماعة؟ جوا. لك صعيل انت ما ادري. لك مو طارينك هذا فراش. طلع مثل القطاط بسبع ترواح. لك حدا بيطلع من مثلث برمودا. لك سحبوه من مثلث برمودا واخذوه على امريكا وعملوا له عمليه ورايح محروس يجيبه من امريكا. يعني عايش؟ طالما عايش ليش هيك عم ترد على التعازي؟ اهلكت لك اهلكوني يا اخي، شو كل واحد بيحكي له القصه لحاله؟ ها؟ والله مسخره انت. شكر الله سعيكم. عباية عندكم. شكر الله سعيكم. لحم معي مين باخي شام بخوشي؟ انت ايمان؟ كم صفات كبه صاروا؟ صاروا ستة وهذا السابع. الحاجة كوسر بيقدون بلا ما يخموا على الطريق. ما بيخموا ولا شي، يا دوبهم يكفوا لوحين بدهم ياكلوا مو لوح واحد. ما تعملي حاجة باذنجان، ليش حشيتيهم كلهم؟ بدي كمل عشوائي. ايه ماما، لأنه فرج بس يشوف الباذنجان المحشي بتدب فيه الروح. شفتي شلون؟ بحسب حساب لقدام أنا. كشك شن انجليش، كبة مقلية، باذنجان محشي بحك، كبة مشوية. أمي هلا وين بدهم ينتعمعوا كل الأغراض على أمريكا؟ ولا يهمك أستاذ جميل ولا يهمك، شو أنا بدي ينتعمل على ظهري؟ طالع بالطيارة. محروس منيح اللي لقيتك. لك هذا فرج رجع غرق مثلث برمودا. عجب ياسر، منين جبت هالحكي؟ مين اللي قال لك؟ كاتبين بالجريدة. هلا إذا كاتبين بالجريدة يعني ضروري يكون فرج بقلب الطيارة. خد أرى خد. هات لشوف. قال دبول وأهالي أم الطنافس في المهاجر الأمريكية الشمالية والجنوبية ينعون إليكم ببالغ الحزن والأسى عميد أسرتهم وقريتهم فرج دبول الذي قضى في حادث مؤسف أثناء عودته لأرض الوطن. هو علينا. هذا الطيار ما كان ينضرب على قلبه ويحيد عن المثلث برمودا دبقه؟ يعني إننا نرجع نلبس أسود؟ على كلن أنا رح سافر ومو راجع بدون فراج، على رجلي على العكازات بالتابوت، مو راجع غير هو معي. عم بيقول تابوت. قومي بخيلوني خذيها لجوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عليك يا فرج. معليش يا كوثر، معليش، مثل ما ملصوه من المثلث شيت برمودا اول مره بيملصوه ثاني مره. يا ماما يعني رح تكون كل وقعاته بزلابي. شو يعني زلابي؟ شو يعني زلابي؟ شو بعرفني؟ فهمتي شيء؟ ما فهمت شيء. احسن كوثر، شو رايك بكره الا ما يطلع له شيء دكتور ويشكروه على نجاح عمليته؟ وانت شو عرفك؟ فرج ما شاء الله حوله مشاطيحه طوال سبيح. حتى لو وقعت الطياره بالمثلث شيت برمودا بيكمل سباحه. تفضل عمي ياسر. تفضل. يا الله يا الله تعبناك معنا. يا الله اهلين وسهلين بعمي ابو ياسر. اهلين ابو ياسر. روقوا. السلام عليكم. محروس طار 10 12 ساعة بيصير بأمريكا. إن شاء الله ما ينضرب على قلبه هالطيار ويحلق لي فوق المثلث شيت البرمودا. لك شو يحلق ما يحلق؟ ذاتا هو رايح خص نص لهنيك، بيوفروا عليه تعب. إيه يلا لازم نروح نخبر أهله لفرج بيوم الطنافس. لا الله يرضى عليك عمي أبو ياسر، يقعد يكون كمان جده لفرج متنخي على بوش المختار، عم نتبهدل. هلا أنتم ما بدكم تفهمونا شو يعني متنخي؟ إيه تدرسي شو مخك سميك. كم مرة بدي اقلك انه انا ما بعرف، ابي ياسر بيعرف. فهمها عمي ابي ياسر. ايه شو بيعرفني؟ بس باين شغله مو منيحه، وجده لفرج ما بيعرف غيره، كل يوم بيروح لعند المختار بيتنخع وبيرجع. هلا قيمنا من الحديث انت وياه وياها، مزبوط عم يحكي ابو ياسر، لازم تروح على ام الطنافس وتخبرهم واجب هذا. امي ليش لحتى نخبرهم؟ ما زال هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لا مو هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لكن مين؟
المغتربين شات ام الطنافس يلي بالمهجر. معناتها لازم نروح نلحق على ام الطنافس. يلا امي بدك شيء من ام الطنافس؟ جيب لي اربع خمس بطيخات. على عيني. قومي حطي عشا. صباح الخير. صباح النور. شو مالك بالعادة تتأخر؟ كنت عم معلم نعواد. أنو نعواد؟ لك شو أنو نعواد؟ تبع فرج. لك الخلع راني هي. أنت شو؟ شكرا على التعزيل. هي قديمة بنعرفها. طيب وهي؟ مبروك في حفل بهيج حضره أهالي الطنافس تم عقد قران عميد أسرة دبول سيد فرج على الأنسة ذات العمى. شو تجوز على كوسان؟ وشو مكتوبه؟ قال دبول وأهالي أم الطنافس يشكرون نطاس البارع الدكتور ماهر على العملية التي أجراها لعميد أسرة دبول السيد فرج. العمى شو هاد؟ وخد شوف لي هي لكان هي شو؟ قال دبول وأهالي أم الطنافس ينعون لكم مزيد الأسهى واللوعة. عميد أسرتي فقيدهم الغالي فرج دبول الذي شكر الله سعيكم. الله لا يعطيك عافية. لك عمي لك شغلة هاري. احرجوني قمت غنيت حبي الصبح حبي المساء لقيت نجاح منقطع النظير واشتغلت لك الدبكة من فج وغمي بالزور حتى ملصت. بعدين هذا جوزك يا عيب الشوم عليه، ما بيصير هذا الشيء اللي عم يساوي. شو نحن لعبة بين ايديه؟ ليش لعبة؟ هو شو عم يعمل؟ لك حاجة بعد شو عم يعمل؟ إذا في براسه موالي غني ويخلصنا، لسه بيروج عن نفسه إشاعات. شي سلف بالمثلث شيت برمودا، شي سطحوه بالمستطيل، شي طلع من المربع، حاجة بقى رح يحطنا بدائرة إلى أول ما لآخر، شو بيكار نحن؟ بدنا نعرف على المخدة بدنا نحط راسنا، بدنا نلبس اسود ولا ملون، فرايحي ولا حزايني؟ مالك هكلاني هم مشواري، كل يوم عم طر مشوار على ام الطنافس وجده لفرج، كل يوم بيتنخى بوشه للمختار. جميل لا تطلع لي خلقي، فهمني شو يعني بيتنخى؟ فهمك، ليش انا فهمان بالقبل لفهمك، طلع اي من القاموس. نخع نخع، تفضل ابو ياسر. انت كمان شفتوا الجرايد؟ شفناها. قريتوا الجرايد؟ قريناها. أنا رايح شيل النعوات بس على أنو خبرية بدنا نعتمد. أنت مين قال لك تلزي؟ ليش دائما بتلزي؟ إلنا تأكدت الخبرية. يا أحسن كنا حزننا وخلصنا بقى من هالشغلة. عيد الشر ماما. لكن إذا زبط هذا الإعلان شيت في حفل بهيج أحسن ولا شيت رزق بمولود ذكر وأسمه أحسن وطهره أحسن. يزبطوا أنا مفارقة معي، مهم يجيني واقف على رجلي. هلا على انه مخدة بدنا نحط راسنا. عمي ابو ياسر حبيبي انت روح ارتاح ببيتك. ايه ولا تتحش من خيرك بشي ما بيخصك. جميل ماما عيب تحكي هيك مع عمو ابو ياسر، فقمو الرجال زاتت حاله قدامنا وعم يقول لي لحم كتافي على حسابك تحكي معه هيك. ماما فردوس اللحمات اليك والعظام الي. حيلك حيلك ابو ياسر، شبك شبك حبيبي انت اخذت كثير شايب. عمي ابو ياسر نحن لا بدنا اللحمات ولا العظمات، لا بدنا اياك لا بروستيت ولا مسحب. الله معك حبيبي، بدنا نساوي لك قهوه بس صدقا ما في بن. مع السلامه. يلا. مع السلامه حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه ابو ياسر. نحن بنحبك كثير. مع السلامه يا حبيبي، اهلين وسهلين. خلينا نشوفك ها عمي ابو ياسر، اهلين وسهلين. عيدا ها عيدا. حبي الصبح حبي المساء خرطوشي خرطش خرطوشه خرطوشي عاني وين كيف العمل يا حبيباتي والعقد لا حيجي خرطوشي خرطش خرطوشه. هاي ابو كيروب واي ركبك ميت عفريت لما شفتني فرج ابو كيروس انفرج. شو رجعك بمثلث برمودا؟ ليش انا كنت بمثلث برمودا؟ انا كنت بامريكا. بامريكا يا ابو كيروس. ابو كيروس وين ار يو؟ اي ام نوت هير. تعا تعا قول الحمد لله على السلامه واقرا الحمد لله على السلامه.
بس انا ما بعرف اقرا امريكاني. صحيح نسيت انه انجليزيتك ضعيفة. المكتوب عندك فرج دبول Chief of International Committee of Improving Red Melon. يعني اذا سمعت بفهم. ان شاء الله فهمت ولا عمرينك ما تفهم. ابو كيروس صحيح شو بدي اقول لك؟ ماي وايف ان ذا هوم شي جمع عزني يا هوم يا معهم. I am very hungry. باي. اروح يا رعبه. انت شو عملت بحالي؟ كان علي حابه الاكله العال بدهم مجدره. اشغال شاقة تنقاية العدس. تخن صوتها الثاني على البكي ناقصني لانه انا شبك. لا شوفي شو صاير لكم بالبيت ولا جميل شوفي شو صاير ولا وسلم. يا ما شبكوا في شي بروبليم؟ كوكو كوثر. شبكوا في شيء؟ مرت عمي؟ مرتي؟ يمكن ليكون من العدسات. هذا انت فراج؟ يعني مزبوط الاعلان شيت الحفله. ليش وصلت الاخبار لهون مرت عمي؟ نشفت لنا ريقنا. يخرب بيتك من حالك شو خوفتنا. كوسرة ماتت. كوسرة لا تموت يا امي. كوسرة لا ما ماتت. انا في ايدكم يا ادهنونا خردل تحت مناخيرها. لا ما بدي خردل. وينو فرج؟ ليكني هو هذا الفرج. ليش هيك عيونه؟ ركبوا لي عدسه. يا السقالة من تحت راسك صار جدك كل يوم يروح لعند المختار يتنخع ويرجع. عن جد جدي تنخع؟ يا عليك يا جدي شو بشتاق لك. صحيح يا جماعة أنا صاير كتير مفعولي قوي بعد ما رجعت. ما شافني حدا من أهل ضيعتنا بالكراجات إلا وغطى على قلبه. هذا الشيء أكيد من العدسات اللي ركبوا لي إياها بأمريكا. هذا بدل ما تقولوا لي الحمد لله على السلامة وتباركوا لي. ليش؟ لأنك تجوزت؟ أهم. لأنك رزقت بمولودين ذكر وأسميته إحسانا. هو لا ذكر ولا أنثى. لكن شو بده يكون عجب؟ طبعا بناء على الصنف اللي هجنته البطيخ المكعب. شوفي شو عينوني يا نور عيوني. شوفي فرج دبول Chief of the International Committee for Improving Red Melon. بتعرفي شو يعني؟ رح اقول لك شو يعني. يعني رئيس الهيئه الدوليه لتحسين اصناف البطيخ الاحمر. انبسطي هي رجع لك سالم ومدير الانترناشيونال افرتش نقعي واشربي ميته. فرج لا تزعل من ماما معلش هي مو مصدقه حالها. انت اول واحد بتطلع من مثلث برمودا. لك شو قصته هذا مثلث برمودا؟ لسه كل ما حدا شافني بيقول لي مثلث برمودا. لك مو وقعت انت بالمثلث شيت البرمودا وطلعوك من المربع وسطحوك بالمستطيل وحطيتنا وقتها بدائرة إلى أول ما لآخر إلى شباك ما لا طاقة. إشو نحن بيكاف صرت تفتلنا فتل فيها. أنا لا تسطحت ولا سطحوني ولا طلعت ولا نزلت ولا فتلت حدا. إذا أنا مثلث برمودا كله على بعضه ما مرقت من فوقه. والجريدة؟ أنو جريدة؟ خد اقرأ. شكرا على تعزية. هذا مو اسمك وأم الطنافس مو ضيعتك. هذا اسم جدي. أيوة أساسا أنا كل يوم بقرأ الجريدة مشان أعرف إذا هو لساته طيب ولا مات. هلأ كل هالقد مهم جدك لحتى كل يوم يكتبوا عنه بالجريدة؟ لا
جدي عنده زاوية يومية، أنا بقرأ له إياها كل يوم، إذا ما شفتها بالجريدة بنشغل بالي، بعرف إنه صاير له شيء. ليش جدك صحفي؟ كمان لا، بس جدي عنده عادة مو منيحة، بكتر بهارات كتير، كل ما يحكي شغلة بيرش لها بهار. اتصوري إذا بده يطبخ حبة رز بحط لها علبة بهار. المهم يلعو قلبك إلهي لعيبة قلبي، مو أسأل منك إلا جدك. مشان هيك ما حدا بيحترمه. مرة حط عينه على المخترة ورشح حاله للانتخابات، قام ما حدا انتخبه. قال لحاله عميد أسرة آل دبول، ماشي الحال، ومن يوم تاكل يوم ببعت على الجريدة، شكر على تعزية، برقية تهنئة بعقد قران، حي الله شي، المهم يبعت على الجريدة. وشو بيستفيد؟ شو بيستفيد؟ شو بيستفيد؟ أنا الله عليك يا جدي، كل يوم بينزل اسمه بالجريدة، عميد أسرة آل دبول، وما بيعبي عينك ها؟ هالقد طوله. خبيها بقى، فرطنا من جوعنا، شو اللي انت بدنا نستناه؟ انا كمان جعت كثير. دهيله يا فراج، فراج ما عم يسمع. اتصل ابن عمي. هاي جايز، هاي جايز، برد الشاي ونحن عم نستناه. عم رد على التليفونات ونسيت انه رئيس الهيئه الدوليه للبطيخ. ايه البطيخ المبسمير. لا البطيخ الاحمر هذاك المبسمر سلموها لواحد هيك من طولك من غويانا، لانه هي لها فروع بكل دول العالم. هلا شو بدنا بالحكي، خلينا نتعشى مشان لحق نندفع. ايدك لا تجي ماما. صحيح وين مرت عمي؟ اعطيتها التليفون، عم ترد على مندوبة البطيخ الاحمر بجزيرة دورادورا بالمحيط الهادي، بدهم طولين بطيخ مكعب. ها فهمني يا طويل، شو هذا البطيخ المكعب؟ البطيخ المكعب هذا يا سيدي بتحط البطيخة بعلبة لما تكون صغيرة، ها بتطلع مكعبة لما تصير كبيرة. خلاص اوكي مسز كارولينا، فور تونز اوكي اول رايت، جود باي كارولينا. فراج طلع ما بدهم طونين، بدهم اربع طون، قد ايه بيطلع لنا منهم؟ بيطلع لنا منهم شهاده تقدير كبيره. لك مصاري 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 ما بيطلع لنا، هيك اتفقت اللجنه، قال البطيخ لازم يكون وجبه غذائيه مجانيه. اروح يا مرحبا مجاني، قال مجانيه، قال اروح يروحوا ياكلوا بطيخ مبسمر مو بطيخ مكعب. لا مرت عمي، هدول زملائنا جماعة غويانا، جماعة البطيخ المبسمر ما بدنا نضارب عليهم. لك فهمنا، قديش رح يعطوك راتب على هالشغلة؟ أنا بدفع $1000 اشتراك شهري تخصص لتحسين أنواع البطيخ المكعب. في السبع تنعام. يلا بقى أنت بنستناك ونطف قلبنا، مية؟ قول أنت أنا ما بدي أعكب. يلا فراد. جميل جميل، اسأله شو يعني تنخى؟ هلا انت يا اللي شاغل مخا. اخي فرج شو معنى تنخى؟ يعني انه بو عليك. لا لك عم تبو. طب يا عمي عدلي غطى يا عمي عدلي. لا خلصي بقى، شو صار معك؟ معك عم يرد بمثلث برمودا عم يطاري طن بعدين وين؟ طيب اتصل بأميركا خلينا نشوف إذا هذا محروس الزفت راح على لجنة البطيخ المبسمر. أمريكا ألي أمريكا. لا ما هجب على الشغلة. شو؟ عن طريق وين بعدين طن؟ شي طن طن بيرات. لا شبكون شوفي شوفي شبكون ذاتا، مو اضرب منك انت يا شنطة الحفانة الا محروس الزفت. ليه شوفي شو صار؟ لك انت رحت على امريكا وما كنت تعرف تتصل من هنيك، وهي محروس كمان. اتصلوا خبرونا طمنونا من شان ما نشغل بالنا. لا لو سمحت، انا اتصلت 20 مرة 100 مرة 200 مرة، وكل مرة كان يطلع لي صوت ابو كيروس، شيء اللي شكر الله سعيكم، شيء اللي عقبال عندك، شيء اللي تلحقوا بايدك كعكة. فكرت مرت عمي ماتت. قش بلا وعيد، بعيد الشر عنها. هلا انت اللي كنت عم تتصل؟ اي انا اللي كنت عم تتصل. لك هو واحد بيتصلني 100 مرة وواحد بيعزيني 70 مرة. لك ما احتلالي فيها ولا؟ بعدين مين بيده كعكه ولا؟ معقول هيك يعمل معي؟ فظاعة شو قليل الضمير، تعي افتحي مقوصة. ايه لك تعي افتحي يلا. ايه كملي لي بس بقدر حل مشكلتي. محروس؟ ماما انت محروس؟ موجودة؟ تفضل الحمد لله على السلامة. روحي هلا بعدين بكمل الحديث معي. محروس ليش تأخرت؟ غلي قلبي عليك. مثلث برمودا شبو؟ فتلته فتل فتل يا مدام، ما لقيت حدا.
محروس يحرق حريصك. امتى اجي؟ وين الغيبه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك. عود محروس. تفضل. شو الاغراض اللي وصيتك عليهم؟ شو تركوا جميل؟ موصي على اغراض. شو صار معه؟ احكي لنا محروس شو صار معه؟ اخ يا جماعه لو تعرفوا شو صار معي. قول لنا شو. سمكه قرش لحقتني. ضليت قاعد تحت الصخره ساعتين متخبي وهي واقفه قبالي عم تطلع فيني. ساعتين بالهواء؟ لا كنت لابس لبس غواص انا. بعدين راحت؟ لا ما راحت. كان شلون طلعت؟ طلعت جنبي لقيت السده تبع المحيط، السده هي مثل شيت البانيو. قلت لحالي بسحبها بتقوم بتفضى ميته. مزبوط بتموت السمكه. وهذا اللي كنت انا مفكره. سحبتها. شو صار؟ طلعت لغم بحري. ايه معلش يا محروس، الحمد لله على سلامتك. المهم انت ما صار لك شيء محروس. قال ما صار لي شيء. قال ايه رحت 200 شقفة انا. لك شو 200 شقفة؟ ما 200 شقفة، ليكك ما شاء الله حولك ما فيك شيء. قال انا ما فيني شيء، لو تعرف كم برغي وكم عزقة وكم رنديلة حطوا لي لرجعوا جمعوني بامريكا. المهم يا مدام فرج ما لقيته، اكيد اكيد القرش خلص عليه. فرج قاعد بمكتبي مصنبع ورا الطاولة. شلون مصنبع؟ وهدول مو جراباتهم اللي لقيتهم قاع المحيط انا؟ يا الله يا الله. اهلين ابو ياسر، تفضل. محروس الحمد لله على السلامة. الله لا كان جاب الغلا. ابو ياسر فوت على المكتب قول له لفرج يجي مشان يشوف محروس. ايه فرج راح على مثلث برمودا ليدور على محروس. برمودا؟ ام اختي. لا اله الا الله. خذها لجوا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. Para para pa 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 Tara tara ta 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 Para para pa ta ta ta